سلام الله عليكم مشاهدينا حزب الله الان ليس كما قبل عشر سنوات يقول الاصدقاء والخصوم والاعداء القدره والخبره والاعداد والجبهات وطبيعه الاستهداف والخيارات والموقع والدور ليست كما كانت قبل السنوات العشر ماذا في اولويات الحزب؟ وماذا في جعبته لمواجهه التحديات المقبله؟ في حرب تموز دخل حزب الله القلوب قبل ان يدخل المعركه، ليس في بيئتها الحاضنه فحسب، انما على امتداد الجغرافيا العربيه والاسلاميه. هل يخوض حزب الله اليوم معاركه العسكريه بالتوازي مع حرب التشويه والاساءه؟ في حرب تموز ثمة رجال وقادة لعبوا ادوارا عسكريه في التخطيط واداره القتال. ماذا عن دور القائد عماد مغنية وماذا عن آخرين ومنهم ضيفنا الذين لعبوا دورا في إدارة الصمود بعد عشر سنوات الحزب على جبهة قتال التكفيريين في سوريا استنزاف أم مراكمة خبرات تغيرت الأولويات أو المواجهة واحدة حرب تموز وقائع المنازلة وخيارات الراهن ورؤى المستقبل في تذكروا في هذا الحوار الخاص مع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، اسعد الله مساءك سيد هاشم صفي الدين وارحب بك في استوديوهات الميادين. اسعد الله ايامكم. حياك الله. كما كنت بالنصر دائما اعدكم بالنصر مجددا. إذا المشاهدين ضيفنا السيد هاشم صفي الدين سنعرض الآن أبرز محطات حياة ونضال السيد صفي الدين سيد هاشم صفي الدين ربما هذا عرض مختصر للمهام وللحياه ولكن نحن في ذكرى حرب كبيره حرب نتائجها استراتيجيه كانت ولو نجحت اسرائيل لا قدر الله كانت ستكون نتائج كبيره على كل المنطقه ومن هنا انطلق بسؤال في هذه المقابله حول حرب تموز ان كانت هي حرب اسرائيليه ان كانت حرب تموز شنت بقرار اسرائيلي وهي حرب لاسرائيل ونقطة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على هذه الدعوة وثانيا كل ما ذكرتموه في الحقيقة هو مهام يقوم بها فريق كامل من الإخوة الأعزاء والكرام في حزب الله المجاهدين الأعزاء وليس شخصا بحد ذاته. جوابا على سؤالكم حرب تموز 2006 التي شنها الإسرائيلي تمتاز بمميزات طبعا سلبيه بالنسبه للاسرائيلي ومن اهم مميزاتها هي انها حرب خيضت لمصلحه ارتأتها الولايات المتحده الامريكيه وهذا لا يعني ان الحروب الاخرى ليست لمصالح امريكيه دائما في حروب اسرائيل هناك مصالح خارجيه ولكن الاصل في الحروب الاسرائيليه بحسب عقيدتهم وتجربتهم وتاريخهم تكون الحرب لمصلحه لمصلحه اسرائيليه اولا. اما حرب 2006 فقد خيضت لمصلحه امريكيه ونظرت امريكا للمنطقه وهي ما اصطلحت عليه بالشرق الاوسط الجديد. وقد نصت كونداليزا رايز على هذا الهدف بشكل واضح. اذا امريكا هي التي شنت الحرب وامريكا هي التي ارادت اعاده خارطه المنطقه على وفق وهوى مصالحها ومحاوله التخلص من قوى المقاومه التي نشات في العقود الاخيره وتحديدا مقاومه حزب الله ووجدت امريكا ان حزب الله كمقاومه هو راس حربه في المنطقه يفترض ان تكسر هذه هذا راس الحربه وان تقضي على هذه القوه الناميه والمتصاعده والمنتصره والتي شكلت نموذجا كبيرا في لبنان وفي كل منطقتنا العربية والاسلامية، اذا المحرك الاساسي والراغب الاساسي بهذه المعركة الولايات المتحدة الامريكية ومعها فريق كامل من دول عربية وانظمة غربية اوروبية الجميع اجتمعوا في هذا الحرب لانهاء هذه الحالة التي اعتبروها خارجة عن سياق مصالحهم واولوياتهم وما رسموه منذ بدايه ما يسمى باطلاق المفاوضات السياسيه التي اريد لها ان تعيد رسم المنطقه على وقع هزائم مني بها العرب قبل ذلك، بينما المقاومه جاءت لتحدث انتصارات ولتقلب الواقع العربي الى واقع جديد. طيب سيد نحن سوف نتحدث في كل هذا خلال المقابلة وأيضا البعد الاستراتيجي لهذه الحرب ولكن بما أننا نتذكر اليوم بعد عشر سنوات هذه الحرب فنحن نتذكر أيضا التفاصيل التي جرت صحيح. أثناء الحرب في الأيام الأولى مع أول إطلالة أو من أوائل إطلالات السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تحدث عن أرقام دقيقة للمباني والوحدات السكنية التي هدمت وكان هذا مفاجئ ربما لكثير من المراقبين الحرب مشتعلة وفي أوجها وهي حرب مصير ومع ذلك الأمين العام لديه معطيات وأرقام للبيوت التي دمرت هل يمكن بعد كل هذه السنوات أن نعرف كيف تمت هذه العملية من كان يعمل بها الحقيقة موضوع المعلومات والإحصاءات كان هناك فرق عمل منتشرة في كل المناطق وباعتبار أن التواصل بقي قائما بين القيادة المركزية لإدارة الشؤون غير الشأن العسكري المباشر لشؤون الناس النازحين بيوت الإسعاف الموضوع الطبي الاستشفائي كل هذه العناوين بالنتيجة حزب الله عنده أجهزة وعنده مؤسسات تتابع كل هذه الأمور خلال الحرب حاولنا أن نبقى على تواصل مع كل هذه الجهات في مختلف المناطق وأن نتزود بالمعلومات الممكنه وكانت تاتينا المعلومات يوما بعد يوم، طبعا هنا لا يمكنني ان اقول ان المعلومات التي كانت متوفره بين ايدينا في تلك اللحظه كانت معلومات دقيقه 100% او حتى نسبه 90%، لكن كان هناك تصور لحجم الدمار، لحجم الخسائر وفي وفي كل يوم كنا ناخذ هذه المعلومات ونضمها الى ما سبق ونصنفها ايضا، يعني خلال الحرب، الحرب كانت قائمه وكنا نقوم بمختلف المهام المطلوبه على مستوى النازحين والمهجرين والاعلام وكل هذه العناوين، في نفس الوقت كنا حريصين ان نعرف حجم الدمار وحجم الخسائر، واذكر قبل انتهاء الحرب بليله او ليلتين تحدث معي سماحه الامين العام وسال سؤال تقديري، قال طبعا انا اعرف انه من الصعب ان نحدد حجم الخسائر. الهائل والدمار كان بالعشرات وبالمئات وبالالاف هل يمكن ان نقارب ولو مقاربه بسيطه؟ على ما اذكر وقتها قلت له يمكن ان نتحدث عن حوالي 16 ألف بيت مهدم وحدة سكنية مهدمة غير المحلات والمصانع وسبحان الله بعد الإحصاء الدقيق وصلت وصل عدد البيوت المهدمة في لبنان الوحدات السكنية المهدمة في لبنان في كل المناطق وصل إلى حدود ثمانية عشر ألف بيت مهدم يعني الرقم كان قريبا وطبعا باعتبار نحن متواجدون في كل القرى وفي كل البلدات وفي كل المناطق حينما كانت تقصف منطقة كان يتم الإشارة بشكل واضح أن هذه البناية مثلا في الضاحة قد قصفت هذه البناية عادة فيها مثلا عشرين وحدة سكنية وهكذا كان هناك متابعة تفصيلية لكثير من الأمور أعطت لحزب الله وفرة معلوماتية خولته أن ينتج بعد إذن حلولا سريعة ومناسبة كي كان لافت سيد أثناء الحرب هناك جملة ترددت وأنا كنت خارج المنطقة يعني وقت آه أعمل في إحدى القنوات العربية ونتابع الحرب جملة ترددت كثيرا وهي فدى السيد آه يعني فداء للسيد صحيح. حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله هذه الجملة يعني نريد أن نعرف الثقافة التي تقف خلفها اعتمادا على أو رغبة في معرفة كيف تفكر بيئة المقاومة في ذلك في تلك اللحظة أولا هذه العبارات التي صدرت على ألسنة الناس كانت عفوية جدا وكانت تعبيرا عن هذا المخزون الهائل من الثقافة والمعنويات وأنت تعرف أن في بيئتنا المقاومة ثقافة الفداء والإيثار هي ثقافة متأصلة على المستوى الديني على المستوى الوطني على المستوى الحياة عموما ولله الحمد في بيئتنا المقاومة بغض النظر عن العمل المقاوم والعسكري والتضحية والشهداء لا الثقافة الاجتماعية السائدة هي ثقافة الإيثار ثقافة العطاء ثقافة التضحية في الأمور البسيطة والصغيرة فضلا عن الأمور الكبيرة والعظيمة ثقافة الناس في فهمهم للمقاومة في قناعتهم بالمقاومة ولا أتحدث عن تراكم عقود ولا أتحدث عن تجربة يعني حديثة إذا تحدثنا عن 2006 يعني هناك في الحد الأدنى هناك 24 عام 24 عام من الجهد والتعب والمعاناه والعذاب والتضحية والناس أوجدت لكل هذه التضحيات وجدت نتائج مهمة وهي أوجدتها بفعلها وتضحيتها فحينما يخرج حاجا أو امرأة مسنة أو إنسانا هدم بيته أو فقد عزيزا ويقول فدا السيد يعني هو يقصد فدا هذه الرؤية التي يحملها سماحة السيد فدا هذه المقاومة التي أعزتنا والمقاومه التي اعزتنا هي اهم منا واهم من ابنائنا واهم من بيوتنا واهم من كل ما يمكن ان نخسره في الحقيقه هذه الثقافه هي المقاومه الحقيقيه كان لافت سيد عوده النازحين والمهجرين مباشره بعد اعلان وقف اطلاق النار هذا نريد ان نعرف هذا صدفه يعني عفوي كان ام كان بقرار من الحزب لاسباب سياسيه لاسباب امنيه لاسباب لها علاقه بالحرب والصراع أم فعلا الناس عادت هكذا إلى بيوتها بعد وقف اطلاق النار مباشرة؟ لا الموضوع لم يكن صدفة تماما ولم يكن مخططا بشكل يعني كامل فنصادر عفوية الناس ورغبة الناس بالعودة إلى بلداتها كان هناك مزيج في الحقيقة نحن قدرنا أن الأمور أصبحت في نهايتها وكان هناك احتمال يكون يعني واقعيا ودقيقا كان هناك احتمال أن يطيل الإسرائيلي فترة الوصول إلى عودة الأمن بشكل كامل كما نعلم تماما في المفاوضات السياسية التي جرت وفي الضغوطات التي مورست عسكريا وبالقصف والقتل في الأسبوع الأخير من المعركة لأن المعركة قبل الأسبوع الأخير قد انتهت وأصبحت محسومة وامتدت أسبوع أو عشرة أيام إضافية لمزيد من الضغط على حزب الله يقدم تنازلات ما كان ليقدمها كان أبدا هناك مفوضات كان هناك مفاوضات سياسية كانت مفاوضات كبيرة وحامية وكان هناك ضغوطات حتى التلاعب بعبارات وصياغة قرارات الأمم المتحدة التي يريدون أن أن يصدروها في مثل هذه الأجواء نحن كان عندنا نظرة سيئة لنوايا الإسرائيلي وكان هناك قلق من أن يوقف الإسرائيل الحرب فيخرج من مازقه لانه اصبح في مازق كما اصبح واضحا وكما تحدث الامريكيون والاسرائيليون لاحقا ان يخرج من مازقه ثم لا تعود الناس الى كل بلداتها ويبقي هناك ما امرا معلقا نتيجه هذا القلق قلنا لابد ان نعود الى كل القرى ونحن نعم خططنا ودرسنا الامر وانا شخصيا توليت جزء من هذه المهمه مع الحاج القائد الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه وتحدثنا هاتفيا أكثر من مرة ثم وضعنا ما يشبه التصور والخطة وكان هناك تنسيق مع إخواننا في حركة أمل ومع بعض القيادات السياسية أن هذه الخطوة يجب أن نخطوها لتعود الناس بسرعة لكن مع ترتيباتنا ومع كل ما سعينا إليه لهذه العودة السريعة الناس كانوا أسرع منا وهنا أقول لا اريد ان اصادر عفويه الناس نعم نحن خططنا واردنا ذلك لاهداف سياسيه لاهداف تتعلق بالمقاومه وانتصارها ولاهداف ايضا شعبيه واجتماعيه الا ان الناس فاجاتنا كثيرا بسرعتها وبحشودها وبمعنوياتها التي دفعتها دفعا يعني كبيرا فقط كان المشهد لافت سيد هاشم صفي الدين في ذلك الوقت العوده السريعه ولذلك انا سالت حول هذا الموضوع ولكن فيما يتعلق ببيئه المقاومه التي تبدو خلال السنوات الماضيه بان هناك علاقه بين المقاومه بين حزب الله وبين بيئته الاجتماعيه علاقه قويه ومتينه صحيح. اليوم ونحن نتذكر تموز 2006، اليوم هناك موضوع المصارف الذي يستهدف بشكل اساسي بيئه المقاومه في لبنان، اغلاق حسابات، القرار الامريكي حول المصارف اللبنانيه، ايضا هناك قرار في بعض الدول بطرد اللبنانيين المتعاطفين مع حزب الله او المؤيدين حتى لو لم يكونوا ينتموا مباشره الى حزب الله او على اتصال معه، مجرد ان تكون مؤيد لهذا الفكر فانت تفقد رزقك وتطرد من البلد الذي تعمل به هذا الا يشكل خطوره على هذه العلاقه بين بيئه المقاومه والمقاومه نفسها والا تعتقد ان هناك نوع من الخطوره على بعزل هذه البيئه عن عن الحزب نتيجه هذه الاجراءات الانيه الحاليه لكي اكون ايضا واضحا ودقيقا خطوره بمعنى ان تتخلى الناس عن المقاومه براينا هذا مستحيل ان يتحقق ان تضغط الناس وان تؤذى نعم هذا يحصل في حرب تموز نحن تاذينا كمجتمع مدني كشعب ناس تاذت في بيوتها في ممتلكاتها في ضحاياها التي فقدتها في جرحاها هذه الاذيه حصلت لكن هذه الاذيه ثمن يدفعه الناس نتيجه اعتقادهم بقضيتهم كل الضغوطات التي مارستها الولايات المتحده الامريكيه من بدايه المقاومه، وانا هنا احب ان اشير، اذا كان البعض يعتقد ان هذه الضغوطات الامريكيه هي جديده او هذه الاجراءات حتى السعوديه وبعض الاجراءات العربيه هي جديده، هو مخطئ. هذه اجراءات ورافقت المقاومه منذ بدايتها، لكنها اليوم بدات تاخذ شكلا جديدا، وتاخذ نمطا جديدا، وهذه الاشكال الجديده هي بحد ذاتها تعبر عن ضعف عن ضعف مشروع الولايات المتحده الامريكيه ومن معها في مواجهه المقاومه وحزب الله، هم لو كانوا يملكون خيارات اخرى العسكريه جربوها وفشلوا، الضغوطات الثقافيه والاعلاميه والحرب الناعمه ما زالت قائمه وجاريه لكنها لم تجعل هذه المقاومه تتخلى عن دورها لا في مواجهه اسرائيل ولا في سوريا ولا في اي مكان وفي نهايه المطاف الضغوطات الماليه المدعاه هي ظلم. ونحن يجب ان يعرف كل العالم نحن في كمقاومه وكبيئه مقاومه وكمجتمع مقاوم نحن يعتدى علينا ونحن مظلومون لاننا نقاوم يعتدى علينا يعتدى على حريه تحريك اموالنا ومصالحنا والى ما هنالك الناس اعتقد انهم كبيئه مقاومه وصلوا الى مستوى من التحدي الكبرياء والعنفوان تجربه والخبره ما يجعلهم واثقين تماما ان المقاومه التي وعدتهم بتجاوز كل هذه الضغوطات هم واثقون بهذا الوعد صبروا ويصبرون، تحملوا ويتحملون، طبعا هناك عقل، هناك معالجه، هناك حكمه، هناك متابعه كما شاهد كل العالم ونحن لا نترك قضيتنا دون متابعه سواء كان ضغطا ماليا او ضغطا اعلاميا او ضغطا ثقافيا وهذه ايضا من نعم الله تعالى علينا، نعرف ان الجبهات التي تفتح علينا من كل حد وصوب من اجل انهاكنا لكن نعرف ايضا ان واجبنا ان نحضر في كل هذه الساعات لديكم استراتيجيه لمواجهه كل ذلك؟ طبيعي، طبيعي، يعني هذا اقل ما يقال بعد كل هذا العمر وبعد كل هذه التجربه، نحن لا نأخذ الناس الى المجهول ولا نقاتل بأدوات غير معلومه، لا، نحن نمتلك تخطيطاً وفكراً وعقلاً واستراتيجيات واضحه لمواجهه كل هذه الامور، لكن حينما اقول استراتيجيات لا يعني ذلك اننا نمتلك الامكانات الكبيره والهائله التي توازي كل هذه الضغوطات، بالنتيجه امريكا تسيطر على النظام المالي العالمي وتسيطر على مقدرات كثيره في العالم وتحرك ادوات لها في كل المنطقه وفي كل العالم. لكن نحن نمتلك ادوات الصبر والصمود والبقاء على العمل وعلى اصل الوظيفه والمهمه، فليكن الجميع مطمئن. لا ضغط مالي، لا ضغط امني، لا ضغط عسكري سيبدل من استراتيجيه العمل المقاوم للوصول الى كامل اهدافه باذن الله تعالى. في حديث لك اشرت الى ان حرب تموز وضعت اسرائيل على طريق الزوال، هل ما زال حزب الله فعلا يؤمن في هذه ال... في هذا الوضع يعني العربي م. الذي تعرفه بأن اسرائيل ستزول؟ نحن الان نزداد قناعه وايمانا بان اسرائيل اصبحت اكثر من اي وقت مضى اقرب الى الزوال. هذه اسرائيل القوة التي وجدت في منطقتنا الثكنة العسكرية م. الارهابية التي ارتكبت كل هذه المجازر، اسرائيل هي الان أكثر من أي وقت مضى أقبل الزوال. كيف؟ سأقول لك كيف. تفضل. إسرائيل حينما وجدت في منطقتنا اعتمدت على مجموعة عناصر أو الذي أوجدها أعطاها مجموعة مقدرات. اعتمدت عليها. أولاً هي ثكنة عسكرية. قوتها العسكرية. هذه القوة العسكرية الموجودة فعلاً لكنها نمت على تحقيق عدد من الانتصارات طوال كل العقود والسنوات الماضية هذه القدرة العسكرية هزمت في سنة 2006 اضطرت للانسحاب من لبنان في سنة 2000 هزمت في غزة هزمت في لبنان اليوم إذا راجعت كل الخطابات الإسرائيلية السياسية العسكرية الإعلامية بعد عشر سنوات ما بتسمع إلا الولولة يولولون ويتحدثون عن انعدام إن الأفق الاسرائيلي اليوم لم يعد يثق بجيشه انه قادر على حمايته كما كان يحدثه قبل ان ياتي به من بلاد المهجر بين هلالين او بلاد النزوح حيث ما اتى به من اي بلد في العالم. الاسرائيلي اليوم بات غير واثق بقدره جيشه. ثقه الاسرائيليين بجيشهم وتفوق جيشهم هي التي تجعل اسرائيل واقفه على ارجلها ومستقره، هذا اولا. ثانيا حزام الامان الذي اوجدته الدول الغربيه لاسرائيل بانظمه وحكام عربيه ويجب ان نقول الان الحقيقه كما هي. صحيح. كثير من هذه الانظمه العربيه التي تامرت على المقاومه الفلسطينيه منذ بدايه المقاومه الفلسطينيه كانت هذه الانظمه تتامر وتطوق هذه المقاومه الفلسطينيه تدعمها بالظاهر حتى اذا ما وجدتها وجدتها منتصره وقويه وفاعله طوقتها بخلافات داخليه، اغرقتها بمفاسد سياسيه ومحاور بين هذه الدوله وتلك الدوله، وطالما اطيحت الانتصارات التي حققتها المقاومات تاريخيا بوجه الاسرائيل، وبعض الدول اطيح بها باغراق هذه الدول وهذه المقاومات بامور سياسيه والى ما هنالك. هذه الأنظمة الآن إذا أردنا أن نراجع السنوات التي مضت أصبحت هذه الأنظمة هذه الأنظمة أكثرها في خبر كان لم يبق منها إلا القليل ممن يمتلك المال الوفير وممن يعمل لإبقاء دوره ووظيفته أنا أقول بكل واقعية هذه الأنظمة التي وجدت في عالمنا العربي كان أحد أهم أدوارها أن تحفظ هذا الامتياز للكيان الصهيوني، هذه الانظمه معظمها انهار، وما يحصل الان في سوريا، وما يحصل في العراق، وما يحصل في اليمن، وما يحصل في كل المنطقه، سياخذنا الى واقع جديد، انا واثق من هذا الواقع الجديد. طيب سيد تسمح لي نتحدث عن واقع الانظمه العربيه وايضا ما يجري في سوريا ولكن نتوقف مع فاصل قصير، مشاهدينا نتوقف مع فاصل بعده نكمل هذا الحوار مباشره. جديد مشاهدينا في هذا الحوار الخاص مع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين أعود وأحييك سيد صفي الدين كنا قد قطعنا الفكرة قبل قليل سيد ونحن نتحدث عن حرب تموز اليوم إسرائيل قالت بأن هناك أنظمة عربية وقفت معنا وكانت تريدنا أن نقضي على حزب الله الأمريكيون أيضا أنا لدي تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي إليوت أبرامز صحيح. تحدث أن في الغرف المغلقة كان معظم الأنظمة العربية تطالبنا بأن نقضي على حزب الله طيب بعد عشر سنوات أما آن الأوان سيد لنتحدث للجمهور العربي عن تلك الحقائق ما الذي كان يجري كان يجري تحدثنا عنه مرارا حينما نعود إلى بيان المغامرة بيان مجلس الوزراء السعودي بيان هذا معلن كان. حينما نعود إلى تصريحات رئيس حكومة بلدنا آنذاك أنا بدخلنا وما بتحمل مسؤولية. شو هو هذا هذا مش حكي هذا محاولة تحميل المسؤولية الكاملة على حزب الله وبالتالي فليتحمل مسؤوليته ولا نعتني بمصيره وبما ستؤول إليه الأمور هذا هو نوع من أنواع يعني التآمة على المقاومة وحينما تدخل إسرائيل في المعركة على مدى أول أيام الحرب إن كنت تذكر تماما لم يكن هناك أي تصريح أي موقف أي كلمة صدرت من كل هذه الأنظمة ومن كل هذه الجهات داخلية في لبنان وخارج لبنان لم تستنكر القتل الدمار مع أنه هذا سيد كان معلن لكن الغير معلن كان هناك تعاون مع اسرائيل سواء كان لجهات محليه لبنانيه او او عربيه تعاون بمعنى انهم ساعدوا اسرائيل ليس فقط ان لديهم مواقف كانت نعم هناك طؤية. معلومات انهم طلبوا طلبوا من الامريكيين ان ينهوا امر هذه المقاومه التي اعجزتهم والتي اصبحوا آه عاجزين عن تطويقها وايقافها وايقاف مدها وتاثيرها في المنطقه لبنانيين عرب ام عرب؟ في الحد الادنى هناك عرب. م. هم طلبوا ويطلبون بشكل دائم، والان هم يطلبون ذلك. م. يعني كي نكون دقيقين، هؤلاء العرب الذين طبعاً يعجزون في المعركة أو في الميدان السياسي أو أي ميدان آخر، دائماً يلجؤون إلى سادتهم، ويدفعون لهم الأموال. تمويل هذه المعركة حينما يطلبها الأمريكي، هل تعتقد أن الأمريكي هو جاهز لأن يدفع مليارات الدولارات؟ للاسرائيلي ليحقق هذا الانجاز الذي يتخيله ابدا، نحن كلنا بنعرف، امريكا بخلاء يعني التجربه يعني اليوم هناك ما بيدفع هناك انظمه فلوس. تطلب من الولايات المتحده ان يكون هناك تموز جديده على لبنان؟ وربما ما ما يطلبون وما يحبون وما يرغبون به، لكن هل ان امريكا جاهزه وحاضره؟ هل ان ادواتهم في المنطقه هي قادره؟ هذا شيء اخر هم دائما يطلبون ذلك ما معنى كل هذا التآمر وكل هذا الحقد على المقاومة في لبنان؟ ما معنى؟ قبل قليل تحدثنا عن عناوينه على أي شيء يدل؟ يدل على أنهم ضاقوا ذرعا نحن نعرف تماما ويجب أن يعرف كل الناس حينما نرى كل هذا الحقد يصب على المقاومة في وسائل الإعلام الكذب تحميل حزب الله مسؤولية كل خطأ يحصل في لبنان وفي المنطقة الموضوع المالي الموضوع الاجتماعي الموضوع الثقافي وكل هذه الماكينه الإعلامية والسياسية والمالية والضغط من أجل أي شيء لأنهم يعرفون تماما أنهم أصبحوا في مرحلة حاسمة جدا وأنا أقول لك أنها أصبحت إن شاء الله قريبة نحن في مرحلة حاسمة جدا كل هذه الأفكار المدعاة زورا وبطلانا وبهتانا منذ ثلاثين عام بل منذ أربعين عام أو خمسين عام هذه المنظومه الفاسده في منطقتنا اصبحت على وشك الانهيار طيب سيد عفوا مشروع المقاومه هو حتما سيتقدم الى الأمام اكيد لديك معطيات يعني عندما تقول انه المرحله حاسمه القريبه حاسمه على ماذا يمكن الاستناد يعني اريد ان تشرح لنا المرحله الحاسمه ما شكلها؟ حاسمه بين من ومن؟ اولا ما يحصل الان في سوريا وفي المنطقه قراءتنا لذلك منذ اليوم الاول ان هناك مشروعا امريكيا مع دول خليجيه ومع دول اوروبيه، هناك مشروع امريكي اريد ان ياخذ المنطقه الى التفتيت، نعم الادوات التي حركت تحت اسماء ارهابي، تكفيري، سلفي، جهادي، باي معنى من المعاني او تحت عنوان ما يسمونه اليوم محافظه معتدله، كل هذه العناوين اقحمت في هذه المعركه من اجل القضاء على المقاومه ومن اجل اشغال محور المقاومه بحروب داخليه وفتن ترتاح فيها امريكا واسرائيل وهناك من تحدث في الولايات المتحده عن فتنه ستشغل العالم الاسلامي والعربي لعقود طويله وبعضهم تحدث عن 100 عام هذا هو المشروع الامريكي نحن قراءتنا لما حصل في سوريا منذ اليوم الاول هو هذا طيب اذا تمكنا ان نجهد هذا المشروع وان نحبط أهدافهم وغاياتهم، أين سنصل؟ سنصل إلى منطقة خالية من هذه المشاريع، والمشاريع الأمريكية ومن معها سوف تكون مشاريعهم منتهية أو شبه منتهية. حينئذ من الطبيعي جدا أن تتقدم قوى المقاومة في مشروعها وأن تكون حاسمة في حسم وفي تحديد ساعة الصفر ترى سيد بأن إنهاء المعركة الأساسية في مرحلة فيها. الحسم القريبة في كل الملفات يعني سوريا اليمن طبعا حينما أقول البرارق. قريبة لا ينبغي لأحد أن يتخيل شهر ليست وشهرين. غدا أكيد أنا أتحدث عن هذه المعركة م. قريبة نسبة لانتهاء هذه المعركة الدائرة اليوم رحاها في سوريا والعراق واليمن وفي كل منطقتنا طيب سيد هاشم صفي الدين الآن هناك معركة طاحنة في حلب حزب الله يشارك فيها بطبيعه الاحوال ويعتبر ان المعركه ضد التكفيريين هي معركته ايضا للدفاع عن لبنان وعن نفسه وعن لكن الان اذا حصل اعتداء من الجنوب حزب الله جاهز ليرد على الاعتداء؟ هذا تحدثنا عنه كثيرا في السابق. جهوزيه المعركه بوجه الاسرائيلي، جهوزيه المواجهه مع الاسرائيلي ليست مرتبطه بجهوزيه او ب مهام فعلية تقوم بها المقاومة في سوريا الأمان على مستوى التحضير جهوزية بشريا تسليحيا تخطيطيا هذا جهوزية دائمة هذه واجبنا مسؤوليتنا يعني نحن لا يمكن أن نتخلى عن هذه المسؤولية في حال من الأحوال ولم ندخل في معركة في سوريا أو في أي مكان للدفاع عن مقاومة وخيارها وشعبها ونترك المشروع المقاوم بلا قدرة وبلا قوة أبدا هذا مستحيل سيكون الحزب قادرا على القتال على جبهتين في آن معا إن شاء الله يكون قادرا وجاهزا للانتصار أيضا نتحدث عن قدرات كبيرة إذا نتحدث طبعا المقاومة اليوم ليست قدراتها قليلة بمختلف الأبعاد بفلسفتنا ومفهومنا للانتصار وللمقاومة نحن نعتمد على الجانب المعنوي نعتمد على إرادة القتال ونعتمد أيضا على خبرة وعلى قدرات تسليحية وكل هذه الأمور إن شاء الله متوفرة يعني ليش بدنا نخاف من حالنا حينما نكون قادرين يجب أن نعتمد على أنفسنا حينما نكون قادرين سيد سمعة الحزب ألم تتأثر بالانخراط في الحرب السورية؟ تتأثر بمعنى سلما. تشويه طبعا حصل التشويه لكن هل تأثر بمعنى إضعاف الاعتماد على المقاومة أعتقد هذا لم يحصل بما ذكرته قبل قليل من ثقة الناس بهذه المقاومة. بلا شك هناك مساحات في عالمنا العربي هناك اجواء اصابها التشويش اصابها التشكيك ونحن نعمل على ازالة هذا التشويش والتشكيك وان شاء الله الايام القادمة سوف تثبت لكثير من الناس الذين ربما اصيبت رؤيتهم ببعض يعني التغطية او الاختشاش كما يقال مع الأيام سوف تتضح الأمور ونحن نراهن على الزمن وهو كفيل بأن يوضح ونعتقد خلال السنوات الخمس منذ بداية الحرب في سوريا إلى اليوم كثير من الشخصيات والمواقف التي كانت تصدر من بعض الجهات تعدلت وتبدلت وهذا دليل خير أنه يوم بعد يوم تتضح جهات الأمور. عربية طبعا جهات عربية أحزاب وشخصيات أحزاب و... وجهات وشخصيات وحتى إذا تابعنا في الإعلام دون أن أذكر الآن من وكيف سنجد أن هناك تبدلات تحصل تحصل الآن أنا أسأل على المستوى المذهبي كم بذلوا جهودا لكي يعطوا لهذه المعركة بعدا مذهبيا وكم بذلوا من فعل شنيع وسيء وقذر عبر وسائل الإعلام واستخدموا علماء السلاطين علماء السوء ليعطوا للحرب بعض هذا البعد المذهبي الآن هل الحرب هي ذات بعد مذهبي كبير ابدا، انا اتحدث اليوم عن تغيرات تحصل في كل هذه البلدان. يعني لا تعتبرون سيد هاشم ان البعد المذهبي في الحمله التي تشن على حزب الله لاننا عندما نتحدث عن حزب الله والمقاومه اللبنانيه ونحن في ذكرى حرب تموز، في حرب تموز وقبلها بالتحرير وبعدها كنا نشاهد حزب الله في كل مكان ليس كحزبا كحاله شعبيه كحاله مؤيده في المغرب في تونس في السودان في، ألا تعتقد أن البعد المذهبي في الحمله قد أفقد الحزب نسبيا شيئا من شعبيته أو حاضنته العربيه والإسلاميه؟ أنا أقول أنه هناك تأثيرا حصل على بعض الجهات لكن هذا التأثير بدأ بحسب فهمي وتشخيصي بدأ يتراجع <applause> نتيجه الوقائع التي تحصل نتيجة الوعي خذ مثلا موضوع التكفير فهم طبيعة هؤلاء التكفيريين الآن كما هو الحال قبل خمس سنوات فهم مشروع هؤلاء التكفيريين خطر هؤلاء التكفيريين كما هو الحال قبل خمس سنوات أبدا الناس بدأت تعرف الأمور تعرف الحقائق هؤلاء التكفيريون من أين جاءت ثقافتهم من هو الذي دعمهم من هي الجهة التي سلحتهم من هي التي من هي الجهه التي غطتهم سياسيا على وقع الاحداث التي تحصل في الغرب والتي تحصل في كثير من الدول العربيه القتل قطع الرؤوس المجازر التي تحصل الناس تعاقب وتعرف ان كل هذه العناوين التي وضعت بوجه محور المقاومه الان كل العالم يعاني منها اذا من كان يواجهها هو على حق هذه الحقائق تظهر يوما بعد يوم ونحن لا ينبغي أن نستعجل بيان أو ظهور الحق في فتنة صعبة كالفتنة التي أراد الأمريكيون ومن معهم إيجادها في منطقتنا. يحتاج إلى زمن. سيد يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى لغة وإلى بيان. وهذا ما يجب أن نقوم به. تشعرون بيجب. بأن وضع الحزب اليوم إذا ما وضعنا يعني جدولا زمنيا الحرب السورية على سبيل المثال الحرب في سوريا. وضع الحزب اليوم هو افضل من 2011 و2012 و2013 و14 اكيد افضل ما في نقاش انه افضل م. حزب الله يتقدم وبيجي بقول المعايير والمقاييس التي نقيس فيها موضوع التقدم او التاخر التقدم بمعنى انه شنت على حزب الله وعلى محور المقاومه حملات متعدده الجوانب فيها الحقد فيها الحمله الامنيه والاستهداف العسكري والتطويق والاقتصادي ومع كل هذا حزب الله صمد وحزب الله ما زال قويا وما زال موجودا بل ما زال يشكل التهديد الاكبر للاسرائيلي بحسب اعتراف الاسرائيلي دلني في كل السنوات الماضيه متى تحدث الاسرائيلي عن ان التهديد الاكبر لوجوده هو من المقاومه ومن حزب الله حينما يقول هذا الاسرائيلي معنى ذلك ان حزب الله تقدم اسباب التصعيد الاخير سيد تجاه السعوديه يعني اخر خطاب كان الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله كان وصف بانه مرتفع اللهجه ما هو سبب التصعيد وافق هذا الخلاف بين حزب الله وبين المملكه السعوديه بل ربما دول مجلس التعاون اسمح لي ان اتحدث عن المصطلحات قليلا تفضل هذا ليس تصعيد من قبل حزب الله مم. هذا رد منطقي على التصعيد الذي تقوم به السعوديه تجاه حزب الله مم. قبل ان نسال لماذا نتحدث بهذه الطريقه او نرفع السقف في الكلام السياسي والاعلامي والخطابي فلنتحدث عما تفعله السعوديه ليس عما تتحدث به عما تفعله فعلا هل الذي يحصل في اليمن يمكن لانسان عاقل ولانسان يمتلك حس انساني ان يسكت وان يقف متفرجا على ما يحصل هذه الاله العسكريه المدمره التي استهدفت كل المقامات الدينيه وكل المساجد واستهدفت المستشفيات والمدارس والمعامل مه. ثم تقول لي اسكت واصمت ولا تتحدث عن كل هذا باي منطق؟ منطق ديني، منطق انساني، منطق عقلائي ما يحصل في البحرين من ظلم وتعسف واستهداف لفئه ولمجموعه لم تقم باي حركه الى اليوم هي حركه سلميه ومسالمه كل هذا الظلم الذي يلحق بالشعب البحريني، العالم كله يعرف ان مصدره واساسه هو, هو السعوديه. ما تقوم به السعوديه اليوم في سوريا. انا اسال كل الناس وكل المطلعين على مستوى الحل السياسي. طيب هم دائما يقولون ان ايران وحزب الله لا يريدون حلا سياسيا في سوريا، وهذا خطا. نحن منذ اليوم الاول دعونا الى الحل السياسي ونادينا بالحل السياسي. من الذي يريد ان يحسم عسكريا كما يدعي كما يتخيل طبعا شو وزير الخارجيه السعودي من غير شو اسمه الجبير وكان يتحدث عن الحسم العسكري اين تحدثنا نحن عن الحسم العسكري؟ من الذي اتى بالمال وبالسلاح الى شمال حلب؟ من الذي اتى بالمال وبالسلاح الى درعا؟ الى جنوب سوريا؟ من الذي يدعم النصرة وأخيراً عملوا يعني تسمية جديدة تسمية جديدة فتح الشام وصارت انه فتح الشام والنصر غير القاعده يا سبحان الله من من الذي يقوم بكل هذه الافعال يا السعوديه فاذا من الذي يستهدف حزب الله بالليل والنهار من الذي يتآمر على حزب الله بالليل والنهار نحن في موقع رد الفعل نحن في موقع الدفاع طيب سيد ردة الفعل هذه يعني التصعيد على التصعيد دعني أسميه ما يقوله السيد حسن نصر الله وحزب الله عموما هو يتحدث عن نفسه كحزب خلال هذا التصعيد أم يتحدث عن باسم أو بلسان محور كامل في المنطقة هو يتحدث عن رؤية حزب الله لما يحصل وعن موقف حزب الله تجاه ما يحصل هناك بعض المواقف لا يلزم حزب الله حلفائه وأصدقائه ومن معه في, في, في هذه المواقف لا يلزمها لا يلزم هذه الجهات بهذه المواقف نعم هو يتحدث عن رؤية حزب الله بالدرجة الأولى عن رؤيته عن فهمه وعن ضرورة مواجهة هذه الحالة بمختلف الأبعاد التي تحدثت عنها دينيا وإنسانيا و بكل هذه الأبعاد طيب كان هناك موقف لافت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها رفضت الانقلاب الذي حصل بتركيا منذ اللحظات الأولى وتركيا شكرتهم على ذلك وجهت دعوة لرئيس مجلس الشورى سيد علي رجاني وغيره حزب الله هل يتطابق مع إيران في هذه الرؤية وهل مستعد الحزب لالتقاط إشارات يتم الحديث عنها بأن تركيا تريد أن تعدل في سياستها الخارجية تجاه ملفات المنطقة وتحديدا الملف السوري هل حزب الله مستعد لالتقاط مثل هذه الإشارات أولا التعليق على أي ساحة وأي حدث يحصل فيه سيحتاج إلى معطيات يعني واضح انه في الساعات والايام الاولى لم تكن هناك معطيات كامله ليبني الانسان موقفا عليها. وثانيا المؤشرات التي يمكن ان يعول عليها هي مؤشرات يجب ان تكون حقيقيه واقعيه. يعني مجرد التخمين الى الان ما زلنا نبحث او نتحدث عن تحليلات سياسيه. نتحدث عن امكانيه تغير في الموقف التركي. سننتظر. ونحن ما زلنا ننتظر حينئذ نبني على الشيء مقتضاه كما يقال لا نستعجل ذلك لكن نعتقد جازمين ان الاحداث التي تحصل داخل سوريا اولا في الميدان وفي المنطقه ثانيا ومن جمله هذه الاحداث في المنطقه ما حصل في تركيا وما يحصل في اوروبا وما يحصل في كل هذه المنطقه والعالم لابد انه سيحمل متغيرات حتما قد يكون التركي قد ابقى محتاطا قد يكون التركي مبادرا الى بعض هذه الانعطافات لكن الامر يجب ان يكون مهونا بوقته ولا نستعجل أيوة. طيب سنتوقف مرة. مع فاصل يا سيد هاشم صفي لكن اريد ان اطرح سؤال قبل هذا الفاصل ونستمع الاجابه بعده مباشره. هناك تقارير خلال الأعوام الخمسة الماضية تحدثت أن حزب الله لديه خلاف مع قطر، لديه خلاف مع السعودية، لديه خلاف مع تركيا في الموضوع السوري بطبيعة الأحوال، لكن الخطوط مع حزب الله لم تنقطع من قبل هذه الجهات وتحديدا القطرية والتركية، سأستمع لإجابتك إذا سمحت ومشاهدينا أيضا بعد فاصل قصير أرجو أن تبقوا معنا. thank oh. اشرف عماد مغني شخصيا على دراسه اداء المقاومه في حرب تموز 2006 بناء على طلب الامين العام السيد حسن نصر الله. انهت المقاومه تقويمها للحرب قبل اشهر من اعلان اسرائيل توصيات لجنه فينوغراد في تقريرها النهائي في كانون الثاني من العام 2008 منذ الرابع عشر من اب 2006 ينكب الطرفان على معالجة ثغرات الحرب يراكم حزب الله حاليا في سوريا خبرات غير مسبوقة للمرة الأولى في تاريخه يخوض مقاتل الحزب حرباً هجومية الطابع لا دفاعية فقط مع ما يعني هذا الامر من اكتساب خبرات على صعيد القتال بدءا من انتقاء الاسلحه المناسبه للعمليه الى تحديد الاطار الزمني الملائم بدقه لتحقيق اهدافها فتنسيق مصادر الاستخبارات المتوافره كافه. على صعيد موازن، لطالما اتسمت عقيده حزب الله القتاليه باطاله امد المعركه، بغيه استنزاف العدو. ولكن التمرس على العمليات الهجوميه يتطلب تحقيق العكس تماما اي الحسم بفترات زمنيه قصيره. هذه الميزه اختبرها الحزب على جبهات عديده في سوريا. اقول لمجاهدي المقاومه الاسلاميه، كونوا مستعدين ليوم اذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل كلام امين عام حزب الله الذي صار معروفا باحتمال الدخول الى الجليل يؤشر بوضوح الى نقلة نوعية في العقيدة القتالية للمقاومة ومناورات اسرائيل الاخيرة تحديدا تحاكي هذا السيناريو تعزيز خبرات القيادة والتحكم والتنسيق بين القوات الهجومية على اختلاف اختصاصاتها احدى اهم الخبرات المكتسبة. فظروف الميدان السوري الشديدة التعقيد تتيح للمقاومة خبرات وتجارب نوعية بدءا من الاخذ بالحسبان انواع الاسلحة المطلوبة للمعركة تبعا للظروف المتغيرة والطارئة الى تحديد اهداف تكتيكية خلال القتال. وحتى الحفاظ على طرق الامداد اللوجستيه وخطوط الانسحاب عند الحاجه كذلك بات من المؤكد ان الحزب يطلع على منظومات تسلح حديثه وجديده في سوريا بحوزه القوات المقاتله الى جانبه وهو بالتاكيد قد اختبر الضروريه منها هذه الخبرات تحولت الى معطى نوعي بات محل شكوى وتذمر لدى ضباط الرتب الوسطى في الجيش الاسرائيلي وبلغت حد الاعلان ان مقاتلي حزب الله يكتسبون يوميا خبره قتاليه في الميدان السوري لا يكتسبها جنودنا هنا تحية من جديد مشاهدينا في القسم الاخير من هذا الحوار الخاص مع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين. سيد صفي الدين كنا نتحدث حول خطوط ان كانت لا تزال لم تقطع لا اقول لا تزال مفتوحه ولكن لم تقطع مع تركيا حزب العداله والتنميه ربما ومع قطر ايضا بين حزب الله وقطر. هذا صحيح؟ يعني هناك خلاف واضح على مستوى الموقف فيما يحصل في سوريا مع هذه الجهات وعادة في المسائل التي ترتبط بالأمور الإنسانية وهذه الأمور عادة يتم تجاوزها لمصلحة لمصالح عامة ومصالح مشتركة بين الحين والآخر حينما يكون هناك أي أمر مرتبط بإطلاق سراح بعض الناس او مساعده في ملف انساني معين يعني هذا له مجاله ومساحته الخاصه ويحصل بشكل طبيعي يعني وليس وليست اتصالات سياسيه او مقترحات او افكار تطرح لا على حزب يعني الله يعني لو في شيء كان بين ما في شيء طيب سيد بالنسبه للعلاقه مع حركات المقاومه الفلسطينيه جيده مع حركه حماس والجهاد الاسلامي؟ خلينا نقول انه علاقات بين مقبول وجيد مم. ولكنها مستمره مستمره طبعا حزب الله سيد ملاحظ بانه يتجنب انتقاد حركات المقاومه الفلسطينيه اذا اختلف معها، يعني حزب الله يتجنب انتقاد حركه حماس على سبيل المثال نحن معنيون ان ندعو دائما الى توحيد الموقف في مواجهه العدو الاسرائيلي وكل عمل مقاوم يجب أن يكون محميا ويجب أن يكون مدعوما ليبقى قادرا على القيام بواجبه ودوره هذا خط نتبناه مع أي حركة مقاومة مع أي حركة تقاتل في فلسطين أو خارج فلسطين تقاتل العدو الإسرائيلي ولذا نحن ما ندعو إليه دائما هو أن تكون حركات المقاومة قادرة على الفعل وعلى العمل بعيدا عن اي خلاف سياسي يحصل هنا او هناك مستوى التنسيق عالي وقائم بينكم وبين حركات المقاومه الفلسطينيه بالعموم وبالاجمال قائم. درجته مستواه يختلف بين ظرف واخر هناك من قال سيد بانه في اي حرب مقبله سوف تفتح كل كل الجبهات. لن تكون هناك فقط الحرب على جبهه واحده يعني هذا راي موجود مبني على التطور الطبيعي لمراحل القتال مع العدو الاسرائيلي وعلى الاهداف التي دائما تتحدث عنها اسرائيل في جبهه لبنان وسوريا وحتى ايران تقول انها اصبحت جبهه واحده لكن هذا ليس بالضروري ان يحصل. رؤيه قائمه على مجموعه عناصر ليست بسيطه وهي مهمه تؤخذ بعين الاعتبار، اما ان هذا الذي سيحصل حتما لا نعرف طيب في هذه ونحن نتذكر حرب تموز لابد ان نذكر القائد الشهيد عماد مغنيه كان لك علاقه به منذ البدايه اليس كذلك؟ صحيح نريد طبعا. ان نستمع لهذه كيف التقيتم على هذا الفكر وهذا العمل المقاوم كيف بداتم وهناك انطباع لدى الكثيرين يعني ساحاول استفساره من خلالك سيد وهو ان شخصيه القائد عماد مغنية كانت شخصية يكتنفها الغموض هل فعلا هو كذلك؟ وعلى هو مستوى معرفتنا نحن لا ما في غموض <applause> على مستوى معرفتنا يمكن <applause> هو رجل لطيف حباب واضح قريب إلى القلب <applause> آه سهل العشرة والتعاطي طبعا معرفتي به قديمة منذ أيام الصبا نحن أصلا كنا متواجدين في منطقة واحدة في منطقة الشياح <applause> وبيوتنا قريبة من بعضها وما بيننا وبينهم هو المسجد تقريبا هنا نلتقي دائما بالمسجد منذ الأيام الأولى يعني مضافا إلى علاقات عائلية بين عائلتنا وعائلتي هناك تزاور دائما بين العائلتين فمنذ أن كنا صبيانا ونقوم نتردد إلى المسجد نلتقي ونعرف بعضنا بشكل جيد وطوال كل تلك المراحل جمعنا المعرفة الجيرة العلاقة الرحمية ولو من خلال الجدود البعيدة هناك علاقة رحمية وحق معينة كان يجمعنا المسجد وكان يجمعنا الإيمان كان يجمعنا الفهم الواحد والمشترك والقضية التي انتمينا إليها باكرا وكنا في سن في سن مبكر جدا يعني حينما انتمينا إلى حمل قضية الأمة وفلسطين وهذا الهم ثم استمرت هذه العلاقه لكل طوال كل تلك المراحل ولم تنقطع والى الان ما زالت قائمه حتى بعد استشهاده ولو بالمعنى الروحي والمعنوي، نحن ندعو دائما له بالرحمه وافضاله حاضره وافضاله حاضره بيننا بشكل دائم. طيب سيد من اين اكتسب الشهيد عماد مغنيه هذه الاهميه؟ ليس داخل حزب الله، هذا يتعلق بالتاسيس والى اخره ولكن فيما يتعلق بالشق الأمني والعسكري وال... والتنفيذي والتخطيطي من أين من أين هذه الأهمية للشهيد عماد مغنية في هذا المجال؟ هو رجل مميز بعقله وهو مبدع حينما يقول سماحة الأمين العام العبقري فعلا هو عبقري وثانيا هو مجد ومثابر ويحمل هم صاحب مسؤولية وصاحب هم هو لا يترك الهموم جانبا من اجل ان يرتاح على المستوى الشخصي او مستوى عائلته، هذا اخر ما كان يفكر به. حينما يكون انسانا حينما يكون الانسان انسانا اعطاه الله تعالى موهبه العقل والذكاء، واعطاه الله تعالى العشره الطيبه، واعطاه الله سبحانه وتعالى الشجاعه والاقدام والمبادره وحمل المسؤوليه. فكان همه دائما أكبر منه يعني هذه قاعدة في حياة الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه دائما كان همه أكبر منه في كل ما كان يقوم به لا يحلم بالأمور طبعا يحلم بالمعنى الإيجابي يطمح لتحقيق الأمور الكبيرة وحينما نتحدث قبل قليل عن زوال إسرائيل هو ممن كان يعتقدون أن زوال إسرائيل ممكن فضلا عن كونه واجب هو ممكن ويتحقق وسيتحقق فهذه الشخصية الكبيرة بعقلها وبقلبها وبتاريخها وجهادها يعني هو منذ الصغر حمل هذا الهم وكان مقدما ومضحيا وفي مواقع الخطر كل هذه الأمور تجعله إنسانا مميزا وقويا في حضوره وفي شخصيته وهذا طبعا قبل أي شيء هو توفيق من الله سبحانه وتعالى قيل أن الحاج عماد مغنية قد وضع تصورا لحرب تموز قبل بدءها بفترة طويلة وقد تخيل السيناريو الذي يمكن ان تقوم به اسرائيل او التصرف الذي يمكن ان تقوم به اسرائيل حرب بريه حرب جويه من وتاخير الحرب البريه الى اين سوف تتقدم؟ وان هذا التصور قدمه الى مجلس شورى حزب الله في ذلك الوقت، هل فعلا هذا جرى بانه كان يتوقع الحرب وايضا يتوقع كيف سوف تتصرف اسرائيل وفعلا تصرفت اسرائيل كما وضع في تلك الخطه؟ هناك امر لابد ان اذكره حزب الله دائما على مستوى القيادي والعسكري تحديدا هناك سيناريوهات دائما متصوره لمواجهه الاسرائيلي بعد كل معركه تعرف نحن بتاريخنا في معارك معارك كبيره ثم تستمر المقاومه بعد كل معركه كبيره يتم استفاده الدروس والعبر منها ثم يوضع تصور للمرحله اللاحقه يعني أنا نعرف أن في مواجهة قادمة مع هذا العدو الإسرائيلي في تلك المرحلة بين ال2000 وال2006 الحج عماد الحاج عماد رضوان الله تعالى عليه كان يتولى هو مسؤولية هذه القيادة العسكرية فهو مع إخوانه وضعوا تصورات عديدة وعدة سيناريوهات هذه السيناريوهات كانت تشترك بشيء واحد هو أن الحرب القادمة سوف تكون حرب كبيرة وحرب يعني بين هلالين طاحنه <applause> هذا التصور كان موجودا عنده وعند اخوانه وعموم الشان القيادي في حزب الله كان يعرف هذه الامور لاعتبارات كثيره لان لسنا في ورد ذكرها اذكر قبل وقوع الحرب بحدود يعني شهر او شهرين كنت انا والحاج في بعض المناطق نتجول يعني في المناطق التي تتم فيها عمليات الجهوزيه العسكريه اذكر في تلك الايام كنا نتحدث عن ما يمكن ان يحصل، من جمله ما كان يؤكد عليه ونحن نتحدث بكلام طويل في عناوين متعدده ترتبط بالمقاومه ومستقبل المواجهه، كان يقول ان القوه الصاروخيه هي عمده المعركه القادمه. ولذا انا اركز كل جهدي او معظم جهدي على تنميه هذه القدره الصاروخيه، وهذا ما حصل. هذا احد العناوين الواضحه. وهو فعلا انا كنت اساله احيانا انه في بعض الملفات قد تحتاج الى متابعه خلال التشاور والتحدث كان يقول صحيح لكن بالنسبه الي انا اعتقد ان هذه القدره الصاروخيه يجب ان تكون كبيره وقويه وقادره على ردع الاسرائيلي وهذا ما سيحصل في المعركه الاتيه وهذا سمعته باذني. التقيتم في حرب تموز اثناء الحرب. انا والحاج لم نلتقي وطوال حرب تموز فقط كنا نتحدث على التليفونات تقريبا بشكل يومي يعني لكن باللقاء ما حصل دوره في حرب تموز كيف كان؟ دور محوري واساسي بالنتيجه هو قائد المعركه في المي... المعركه التي تحصل على المستوى الميداني وهناك جبهات ليس فقط جبهه واحده كان الاساسي في اداره هذه المعركه على المستوى العسكري والميداني هو الحج عماد رضوان الله تعالى عليه وهو دوره محوري يعني في تحديد الاهداف في متابعه الاهداف في متابعه الاثار متابعه النتائج اداره غرف العمليات المتعدده كل هذا كان تحت نظره <applause> هناك اليوم سيد هاشم في حزب الله في القياده العسكريه من عوض مكان الحاج عماد مغنيه على المستوى العملياتي في حزب الحمد لله <applause> نحن عندنا عدد كبير من الكوادر والموثوقين والمجربين واهل الخبره ويتواجدون في مختلف الساحات والجبهات هناك القائد مصطفى بدر الدين الشهيد ايضا طبعا السيد مصطفى ودوره بدر الدين كان له دور في حرب تموز ايضا القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين كان له دور نعم لم تكن له مسؤوليه مباشره بالمعنى التنظيمي والاداري في تلك الفتره كان الحاج عماد هو القائد الميداني والفعلي لكن السيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه كان له دور مهم في عده نقاط وفي عدة مواضع طبعا الآن لا مجال لذكرها لخصوصيتها كان له تواجد مهم ومؤثر في تلك الآونة الحرب المقبلة سيد قبل أن أسأل عن الحرب المقبلة لدي أيضا سؤال يتعلق باغتيال الحاج الشهيد عماد مغنية في ذلك في العام 2008 هل كافة التحقيقات وملابسات الحادثة التي جرت أصبحت بحوزة حزب الله والصورة واضحة له كيف ومن ومن نفذ ومن دبر عملية الاغتيال تلك؟ طبيعة الإسرائيلي نحن قلنا منذ اليوم الأول والأدوات التي استخدمتها أصبحت معروفة وإن كان يعني بعض يمكن التفاصيل لكن ما هو مطلوب لرسم المشهد الكامل من يتحمل المسؤولية أصبح واضحا بالنسبة إسرائيل فينا. تتحمل المسؤولية ولكن كيف تمت استخدمت العملية؟ استخدمت أدوات ومن خلال هذه الأدوات تمت المراقبة والمتابعة ثم وضع العبوة ثم تفجير العبوة واستخدمت منازل واستخدمت سيارات واستخدمت أماكن تخبئة كل هذه هذا المشهد وهذه الصورة أصبحت واضحة للمقاومة منذ الأشهر الأولى الحرب المقبلة بين حزب الله بين المقاومة و اسرائيل اذا ما اعتدت اسرائيل كما يقول الحزب بشكل دائم ومتكرر سيدخل الحزب الى الجليل في المعركه المقبله هذا امر عمليات جاء من السيد حسن نصر الله وانا هنا اسال طبعا ام هناك احتمال حسب المعركه؟ امر العمليات ياتي وقتها م. الان يتم التحدث عن القدره م. وهذه القدره موجوده لكن هل سنستخدمها او لا نستخدمها عادة لا يتحدث الانسان عن معركه قبل حدوثها عن امر عمليات المعركه قبل حدوثها، امر عمليات المعركه حين حدوث المعركه. نحن نتحدث عن قدره. هل يمتلك حزب الله هذه القدره؟ نعم يمتلك هذه القدره. الدخول الى الجليل برا واكثر من ذلك كقدره يمتلك هذه القدره. ابعد من الجليل؟ يمتلك القدره. طبعا. والنية إذا ما كان هناك ظروف هذا مرتبط بعد إذن بالهدف وبالغاية والهدف العسكري المحدد وهذا أمر لا يحدد الآن يعني ما أعلنه السيد أن هناك قدرة لحزب الله يدخل الجليل في الحقيقه انت متفاجئ قدرات حزب الله. الله يتحدث عن ذلك قدرات حزب الله ابعد من ذلك الاسرائيلي يتحدث عن ذلك يعني ما في داعي للتفاجؤ هو اذا عدت اليوم عربي الى كلام الاسرائيلي عفوا. كل انسان عربي يتفاجئ فعلا بعد هذه التجربه منذ عام 48 حتى هذه اللحظه بالهزائم العربيه نتفاجئ أنا أقول ان تدخل قوه سأ... عربيه اسلاميه الى فلسطين المحتله وتحرر انا هذا ساقول لك امان هذا يوم سيكون مشهود انا ساقول لك امان ينبغي ان يدخل في عقل كل عربي ومسلم وحر في هذه المنطقة هناك قاموس أو تاريخ من الويلات والهزائم و... وإلى ما هنالك والمفردات والمصطلحات والمعادلات على مدى ستين أو سبعين عام هذا يجب أن نمزقه نحن انتهينا من هذا التاريخ حينما يقول سماحة السيد ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات لا ينبغي لأحد أن يشك أو يتخيل أن نتحدث شعرا لا نحن نتحدث عن واقع هذا التاريخ الذي تحدد فيه اسرائيل مستقبل المنطقه وتحدد فيه اسرائيل توقيت المعركه ومستقبل اي معركه وتحدد فيه اسرائيل الهدف وتحقق هذا الهدف هذا الزمن انتهى ما معنى حرب تموز؟ معنى حرب تموز 2006 انها حققت هدفا فشلت في ذلك انها اعتمدت استراتيجيه اظهرت التجربه انها ضعيفه ان القياده العسكريه ضعيفه والقياده السياسيه ضعيفه نعم الوقائع تبدلت يعني أنت يجب ان, سيد أن نثق عفوا. بالمقاومه وان نثق بانتصاراتنا وبانجازاتنا نثق اننا نمتلك كبيره عندما تحدثني عن زوال اسرائيل كايمان وقدره وواقعيه وتحدثني الان عن قدره المقاومه للدخول الى الجليد وتقول لي الان ربما اكثر من ذلك يعني وكانك تريد ان تقول الان في هذه المقابله ان هناك قوه عربيه اسلاميه موجوده في لبنان تستطيع تحرير فلسطين. هذه انا اريد ان اقول ان هذه القوه والقدره العربيه الموجوده الان في لبنان وفي منطقتنا اذا توفرت لها الظروف المناسبه ولم توضع امامها العراقيل من قبل انظمه عميله او انظمه فاشله. نعم هذه القدره مع قدرات تتجمع في منطقتنا بإمكانها ان تفعل هذا الامر، حينما نتحدث عن زوال اسرائيل نحن لا نتحدث عن امر عن امر ياتي من السماء، عن امر ينطلق من الارض، قدراتنا البشريه وقدراتنا التسليحيه والعمليه وخبراتنا مع تضامن الشعوب، انا لا اريد ان اقول ان حزب الله هو لوحده سيزيل اسرائيل من الوجود، لا، ولا احمل حزب الله هذه المسؤوليه لوحده، انا اقول اننا كأمة مم. كشعوب مقاومة كمحور مقاومة نعم بإمكاني أن يقوم بذلك في يوم من الأيام وهذا إن شاء الله أنا أتحدث سيد القدرة العسكرية ليست الظروف السياسية طبعا أكيد يجب أن يكون هناك ظروف سياسية ولكن القدرة العسكرية لدى حزب الله قادرة على التحرير فعلا؟ ينبغي أن نحدد المفاهيم بشكل جيد تفضل ما هي القدرة العسكرية المطلوبة؟ ما هي المعركة العسكرية التي تزال فيها إسرائيل من الوجود؟ مم. يعني بعضنا قد يتخيل أن إزالة إسرائيل من الوجود يحتاج إلى بوارج وإلى طائرات وإلى تدمير كل القدرات العسكرية الإسرائيلية ليس الأمر كذلك حينما خرجت إسرائيل من لبنان هل أن كل دبابة تم استهدافها وكل موقع تم استهدافه وكل نقطة عسكرية تم استهدافه؟ لا حينما انهزمت في 2006 الحرب هي مجموعة عناصر هي معنويات هي إرادة قتال هي إرادة صمود هي تفوق فعلي وعملي وميداني في الأرض حينما تفقد إسرائيل هذه العناصر تكون قد هزمت لا أحد يعرف وأنا لا أتحدث عما يمكن أن يكون في الأشهر أو السنوات القادمة لكن أنا أتحدث عن شيء واضح أن القدرة حينما نثق بها قدرة شعوب أمتنا ومحور مقاومتنا ومحور المقاومة عندنا حينما نثق بهذه القدرة نعم الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا الأبواب سيفتح لنا الأبواب أبواب التخطيط وأبواب المعرفة وأبواب تحصيل القدرة اللازمة وإسرائيل كيف كيف تجمعت وكيف أنشئت خلينا على الأصل أنت بس شوي خذ الصورة كما حصل في الأصل كيف أنشئت بنفس الطريقة يمكن أن تتفكك إسرائيل. طيب، من جاء إليها معتديا ومحتلا يمكن أن يخرج منها هاربا ومذعورا. أنتم في حزب الله سيد هاشم صفي الدين نجحتم في بناء قوة قتالية، نجحتم في بناء قدرات عسكرية متماسكة وحقيقية، حققتم بها انتصارات عسكرية. لديكم أيضا حاضنة شعبية تؤمن بما تقولون، الرؤية كما نراها، كما نستمعها دائما رؤية واضحة لكن ماذا عن بناء القدرات الثقافية القدرات الفكرية القدرات العلمية القدرات الأكاديمية لدى حزب الله أو لدى المقاوم بشكل عام من المعلوم أن سياسة العمل الداخلي في حزب الله تقوم على تمتين البنية الثقافية والمعرفية والإيمانية لمجاهدين ومقاتلين وهذا هو أساس وأصل كما نعتني بالجانب العسكري ووصولا الى الاحتراف على المستوى العسكري ايضا نحن نعتني بشكل كبير وربما اهم في بعض المراحل م. على المستوى الديني، الايماني، الثقافي والمعرفي وتحصيل القدرات بمختلف الجوانب الثقافيه والاجتماعيه والمعرفيه العامه م. ولذا نحن نعتبر ان العلم هو شرط أساسي في نمو هذه المقاومة وفي نمو مجتمع المقاومة وبين هلالين الحج عماد رضوان الله تعالى عليه كان من المنظرين لهذه الفكرة والمؤكدين عليها أن العلم أساس إذا أردت أن تتطور عسكريا ينبغي أن تمتلك العلم وإذا أردت أن تتطور على مستوى الاجتماعي وعلى مستوى الاقتصادي وعلى مستوى حضور في المنطقة في بلدنا في أي مكان لابد أن تتطور علميا ومعرفيا نعم حزب الله ياخذ بهذه الاسباب ولذا اوجد كل هذه المؤسسات يعني انتاج العلم، نحن نؤمن بانتاج العلم نؤمن ان الكادر العلمي الموجود في مجتمعنا اليوم في بلدنا اليوم في لبنان عموما هو كادر مهم جدا لكن للاسف الانظمه او النظام التربوي والتعليمي الضعيف والهش سوف يكون سببا في خروج هذه الكادرات وهذه الطاقات العلميه من بلدنا ومنطقتنا عموما فيستفيد منها الغرب والاخرون نحن نؤمن بوجود طاقات كامنه ومهمه جدا على المستوى العلمي على المستوى المعرفي وفي الثقافه لا ينقصنا شيء الثقافه بمختلف جوانبها نمت في هذه المنطقه نمت في هذه البلدان منطقه الوحي ونزول الرسالات السماويه المهم ان نعرف هذا التاريخ ان ننتمي الى هذا التاريخ أن نثق بهذا التاريخ أنه قادر على صناعة الهوية والشخصية والحضارة ودولنا وعلى كل شيء حزب الله يهتم بهذه الجوانب اهتماما حثيثا وأوجد مؤسسات لهذا الغرض ولهذا الهدف من أجل أن تكون مجتمعاتنا مجتمعات قوية وأن تكون أوطاننا أوطانا قوية قادرة على الاعتماد على أنفسها في هذه المواجهة وفي أي مواجهة لاحق طيب عفوا سيدتي يعني أنا نلتقي لأول مرة تفضل آه وجها لوجه هكذا يعني هناك شبه تقريبا لا أريد أن أبالغ ولكن كبير بينك وبين سيد حسن نصر الله بالشكل وحتى بطريقة الحديث يعني هناك تفسير لهذا احنا ببلادنا الله بيخلق من الشبه ابا بعين مش هيك؟ فبعد في 38 واحد فتش عليهم <applause> <applause> طبيعيه في قرابه يعني بيننا وبيننا سماحه الأمين العام لا انا عفوا سالت بالضبط. لكن لفتني فعلا الموضوع اشكرك جزيل شكر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين على حضورك هنا في استوديو الميادين المتواضع الله كما خيباً. يحب الله يحب ان يسميه الاستاذ غسان من جده استوديو متواضع وقناه متواضع أشكرك جزيل الشكر ومشاهدينا شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء نتابع معك إذا سمحت هذه التحضيرات للقاءنا لهذا اليوم